هبتدي كده اول اسبوع ليا، انا عملت كارثتين من الكوارث دول في اول اسبوع على طول، بس اول اسبوع بس وما تضحكوش، محدش يضحك. المهم اول ما جيت هنا كان من الطبيعه عندنا في مصر ان هو ان انت بتركب باص من اي مكان وبتخرج من اي مكان، من اي باب يعني، وبتخرج من اي باب. وبرده لما بتيجي مثلا عايز تنزل اي مكان مش محطه، مع يعني مثلا حته الكونسبت بتاع المحطات ده بس لما بتاخد الباص بس، لكن فكره ان انت بتنزل فين، لا انت ممكن تنزل في اي مكان. يعني ممكن تقول بتاع الباص ده انا عايز انزل هنا، نزلني على جنب مثلا او بتاع، لكن الكلام ده مش موجود هنا نهائيا. بين كل باص ستوب وكل باص ستوب تاني بتاع دقيقتين. دي مش الفكره، الفكره كلها ان انا اول اسبوع ليا هنا كان موضوع مثلا ايه يضحك شويه. كان بيني وبين الشركه اللي اشتغلت فيها هو مواصله باص بس، وهو ده الوحيد اللي انا اعرفه، اعرف رقمه، بنزل من الشقه اركب الباص ده علشان اعرف بالظبط اوصل للمكان، غير كده ما كنتش اعرف اوصل خالص، اللي هو ما اعرفش اصلا اي حاجه، لسه اول اسبوع ليا في الصين كلها. فالمهم اركب مثلا من الباب الاول اللي قدام وانزل من الباب اللي قدام عادي، لحد ما في يوم اللي هو كل يوم بركب مع الراجل ده، يعني بركبه في نفس الميعاد، فتقريبا بيكون نفس السواق او بيخلف مثلا مره للتانيه، مش شرط ان هو يكون نفسه، بس اتكررت مع واحد كذا مره. غالبا كنت بنزل من الباب اللي قدام لانه كان بينزلني على طول قدام مول، والمول ده كان مكيف والجو حر، فانا كنت ايه بفضل انزل من الباب على الباب على طول، فاهمين؟ انا ما بنزلش من ورا وامشي الحته دي. المهم انا مش عارف، في اخر مره حسيت ان هو عايز يزقني بره الباص، يقول لي امشي من هنا ما عادش تيجي. اللي هو انا الراجل ده بيبص لي كده ليه ومتضايق ليه كده ومش عارف ايه. المهم الباص هنا الركوب من الباب اللي قدام والنزول من الباب اللي ورا، ما ينفعش تعمل العكس، ما ينفعش تنزل والناس طالعه، او حتى لو الناس مش طالعه او لو ما فيش حد خالص ما ينفعش تنزل من الباب اللي قدام ده. فالمهم دي من الحاجات اللي اول الكوارث اللي عملتها وانا ما كنتش اعرف. وانا برضو قاعد في الباص ده اللي في اللي هي الزراير اللي هي اللي جنب كل عمود دي، برضو ما كنتش عارف الزراير دي فايدتها ايه، ومش عارف اصلا لما احب انزل اقول له الراجل ده مثلا ايه انا عايز انزل يعني ولا ايه، مش عارف. اول اسبوع برضو قعدت اضغط على الزراير دي وانا مش عارف هدفها ايه. المهم ضغطت اول مره لقيته موقفنا الباص ستوب اللي بعدها، وقعد يبص كده في المرايه علشان انا انزل، لان انا اللي ضاغط وانا مش فاهم اصلا انا عملت ايه. فالمهم ابص حواليا مفيش حد نزل، فقام قافل باب تاني وقام مكمل، اللي هو اجنبي ماهوش فاهم وبتاع. فلقطت الحوار ده كان اول يوم او تاني يوم ليا، فيعني اعذروني وما تضحكوش وبطلوا ضحك يعني. ودي من الحاجات يعني ايه اللي هي زي ما بقول لكم موضوع كاجوال، مش يعني مش ما احناش داخلين بقى في سياسه واقتصاد وتاريخ وكلام من ده، فاللي هو يعني دي من الحاجات اللي هي الفاني اللي حصل، يعني الحاجات المضحكه جدا، فان فاكت كده من اللي حصل لي في اول اسبوع ليا هنا. ودي من الحاجات اللي اصلا مش هينفع تعملها هنا، الباب اللي هتركب منه مش هو نفس الباب اللي هتنزل منه في الباصات. وتاني حاجه هنتكلم عنها حوار التاكسيات في الاول ما كانش متضاف لدي، يعني مثلا عندنا في مصر اوبر وكريم دول حاجه، وطبعا التاكسيات العاديه دول حاجه ثانيه، وبيمسكوا في بعض اغلب الوقت، يعني اللي هو سيب لي الزبون ده وفاهم انت الشغل ده. المهم يعني فكوك انا بهزر، الفكره كلها ان دي هنا هو قاب عليه كل الانواع بتاعت التاكسيات، سواء تاكسيات عاديه اللي هي بتاعت البلد او اكسبريس او انواع ثانيه من اي نوع من عربيات النقل، حتى لو العربيات اللي هي زي عندنا مثلا اسمها سويفل، او اللي هي ان انت ممكن تركب مع حد، كل الافكار موجوده على اب واحد يعني بانواع العربيات كلها، تاكسيات او غيرها. فالمهم كنت كل ما اجي اوقف تاكسي ما يقفش، والواد اللي جنبي ما رفعش ايده ويوم اخد التاكسي وماشي. وفي يا جدعان ان التاكسيات دي بتقف ليش ليه؟ فاللي هو وصلت بقى لدرجه اللي هو انا هروح جنب اي مثلا اشاره مرور التاكسي يهدي، يقوم فاتح الباب وراكب، انزل مش نازل. عندنا بقى في مصر اللي هو ايه، مش انت تاكسي توديني المكان اللي انا عايزه، ده قفلت دماغي بقى واشتغلت بشغل مصر بقى. في مره بقى من المرات ده الحاجات المضحكه جدا وما تضحكوش برده، كان يوم جمعه وخارج من الشغل في طبعا وقت محدد، عايز اروح اصلي الجمعه وبتاع، والمسجد بعيد شويه، وكنت نازل من الشركه طبعا انا عايز اصلي الجمعه، هما بيديك عاطيك البريك بتاع ساعه ونص، ممكن تزود لك مثلا كمان نص ساعه ساعتين، وانا بقى لي نص ساعه واقف ومفيش ولا عربيه راضيه تقف. فالمهم بتعامل نفس الحوار، الراجل يتشل ويتهبد وطبعا عمال يبرطم بكلامه وانا مش فاهم اصلا هو بيقول ايه، بس طبعا واضح جدا ان هو عايز ننزل. اتشل واتهبد اكتر بقى لما وريت له العنوان اللي انا عايز اروح. هو كان فاكر، هو كان بيتكلم معايا انت ركبت هنا ليه وازاي ومش عارف ايه، انت حاجز على الاب، فين الرقم ده، رقم العربيه ولا لا، وطبعا انا لا حاجز ولا متنيل وعامل فيها عبده ومكمل. فالمهم يقول لي ايه، طب يا ابني انزل، اللي هو عمال يشاور لي على الباب وبتاع، مفيش. وريت له العنوان، العنوان كمان اصلا في مكان اصلا وقت صلاه الجمعه بيبقى كل العرب وكل المسلمين رايحين مسجد ابي وقاص، فبيكون شارع مقفول قفله مفيش حد بيطيق يروح هناك. فاللي هو راجل اصلا كان هيجرى له حاجه، خسر بتاع التوصيله اللي هو اوريدي كان حد حجزه، وكمان رايح مكان مش هيرجع منه قبل ساعتين.
انزل مفيش، ووداني ووصلني اليوم ده. بس سبحان الله كانت من الحاجات اللي ما انساهاش ابدا لما بدات افهم الحوار ضيع الدنيا وهتضحك الناس عليك ومش هتركب اي تاكسي وممكن تعمل خناقات. الكلام ده لو عندنا في مصر اللي هو مش تاكسي يبقى لازم يوصلني، فانا بقى قفلت دماغي تاكسي يبقى لازم يوصلني، دي الكلام ده مش هنا، لازم يكون محجوز من على الاب او يكون فاضي، الاشاره بتاعته بتاعت التاكسي اللي فوق دي تكون خضراء، وقتها ممكن توقفه وتركبه عادي جدا. غير كده لازم تحجز على الاب. دي كانت تاني حاجه ما ينفعش تعملها في الصين. تالت حاجه من الحاجات اللي ما ينفعش تعملها في الصين هو انك تتعامل زينا كعرب، بكرامنا كعرب وكده، اللي هو ما ينفعش هي الاحضان والبوس والكلام ده لما بتقابل صحابك الصينيين. عندهم الثقافه مختلفه شويه، حته التلامس ده وحته ان انت توري المشاعر والكلام ده بالاحضان، وان انت توري له قد ايه ان هو وحشك والكلام ده كله، ده غريب جدا بالنسبه لهم. حاجه من اتنين هتقابلها، لو ليك اصحاب صينيين ما شفتهمش من زمان وعايز تعاملهم بالطريقه بتاعتنا دي من الكرم والكلام ده، هتلاقي حاجه من اتنين، يا اما هو هتحس ان هو بارد جدا، اللي هو هتقول هو بيعاملني كده ليه، ما همش جدعان، ما همش اصحاب جدعان زينا وبتاع، هتبدا تفهم الموضوع غلط خالص. او الحاجه التانية ان هو هيتعامل معاك هيطلعكوا انتوا الاثنين شكلكوا مسخره في قلب الشارع، لان هو مش متعود، فهو عايز يوري لك بقى ايه قد ايه انت وحش، وانت كمان في حاجه هو اصلا ما بيعملهاش، فاللي هو هيحاول يفك الموضوع، فهتحس ان اتنين لمؤاخذه في الشارع. طبعا انتوا فاهمين انا اقصد ايه، فيبقى شكلكم مسخره قوي، يا كده يا كده. حتى انتوا لو تعرفوا الثقافه الاسيويه اغلبها ان هم يعني ايه طول عمرهم من زمان ان هو حته اللي هو يوري لك التقدير، يعني بتلاقيه ينحني لك كده والكلام ده، الكلام ده يعني مش موجود هنا، ويعني مش هتشوفه بنسبه حتى 5% ولا حاجه، لكن دي اصلا من الثقافه الاسيويه كلها، يعني دي هتلاقيها حتى في اليابان، في الصين، في كوريا، في الكلام ده، اللي هو حته التلامس دي مش مشهوره عندهم، ولكنهم يظهروا المشاعر بطرق تانية غير الطريقه اللي احنا بنظهر بيها عن طريق التلامس والاحضان والكلام ده. رابع حاجه من الحاجات اللي ما ينفعش تعملها هنا، او من الحاجات اللي مش مشهوره في الثقافه الاسيويه برضو كلها، ثقافه التبس او ثقافه البقشيش. احنا عندنا في يمكن في الوطن العربي كله او في الدول العربيه يعني حته ان انت تدي حد بقشيش ده مشهور جدا، وبرضو موجود في دول اوروبا كتير والكلام ده كله. هي دي حاجه مش ريستريكتد قوي، او ان هو يعني زي ما قلت لكم في الاول الموضوع كاجوال، فبرضه مش حته ان هو يعني مثلا يقول لك لا ما باخدش بقشيش، ولا مش عارف ايه الوظيفه بتاعته بتدي له كفايه فهو مش محتاج منك بقشيش والكلام ده كله، لا هو الموضوع يعني ايه مش موجود اصلا في الثقافه بتاعتهم. ففكره ان انت تدخل مطعم وتدي له بقشيش، حاجه من الحاجات اللي هتحصل، من الحاجات المضحكه اللي هتحصل، ان انت لو سبت كاجنبي مثلا ما انتش عارف بقشيش، يعني مثلا الحساب 250 وانت مثلا سبت له 260، ف 250 و10 زياده عليها او 270 او 300 ايا كان، اللي هيحصل بقى بالظبط زي ما بقول لك كده، ان هو الويتر او الويترس هتيجي هتاخد ال 250 وتسيب لك ال10 على الترابيزه، او هتاخد ال 250 وتسيب لك ال50 على الترابيزه. فيعني حته البقشيش دي مش مشهوره قوي، ففي الثقافه الصينيه برضو هتلاقي حاجات كتير. هاي هاو يو دون وانا جوين ذس از اون يوتيوب هاي يا بابا يو كان ساي هاي Come and say hi. Bye-bye. خامس حاجه من الحاجات الشوبستكس. الشوبستكس هنا مش بس اداه زي عندنا مثلا المعلقه والشوكه والسكينه والكلام ده، اداه للاكل، الموضوع هنا اعلى بكتير وداخل جدا في الثقافه الاسيويه كلها، وطبعا بالتبعيه الثقافه الصينيه. مش بس للاكل، لكن بتريبريزنت حاجات تانية كتير، منها ان انت ما ينفعش تتعامل بعدوانيه من وجهه نظر الصينيين بالشوبستكس، يعني مثلا ما ينفعش تبقى قاعد على ترابيزه اكل معاهم وتشاور لحد كده بالشوبستكس تقول له انت لازم تعمل كده، او ما اعمل ده النهارده، او بص الحاجه دي واعمل الحاجه دي. بالنسبه له بيترجمه في عقله الراجل ده عدواني، اللي هو انت بتعمل انت بتعمل حاجه غريبه او حاجه اب نورمال او الكلام ده كله. حاجه من الحاجات برضو لو انت لو حد بياخد صورتك زي الناس دي ما ترفضش، دي من الحاجات برضو اللي هم في اي وقت لوك في الشارع كده بتعمل اي اكتيفيتي زي ما بقول في كل فيديو هتلاقي اي حد بيصورك، ومن الافضل ان انت ما ترفضش، لان دي حاجه من الحاجات اللي بيحبوها يعني. في مراسم الدفن بتاعتهم برضو دي حاجه من الحاجات اللي هي وحشه جدا بالنسبه لهم، ان انت مثلا حد يديك قطعه من السمك مثلا بالشوبستكس بتاعته وانت تروح تاخدها بالشوبستكس بتاعتك، دي بتريبريزنت حاجه وحشه جدا عندهم في الفيونرالز بتاعتهم، في وقت الدفن بتاعهم بينقلوا عن طريق الشوبستكس عظم الراجل ده من شوبستكس للثانيه. فاذا عملت ده على مائده اكل يعني فده بيريبريزنت نفس الفكره، فده من الحاجات الوحشه جدا وبتفكرهم بوضع وحش جدا بالنسبه لهم. حاجات كاجوال زي ما قلت لكم، مش عايز بقى كومنتس من اللي هو كلامك مش دقيق
ومش عارف وما تتكلمش في الكلام ده علشان انت بتاكل رزقك من هناك والكلام الفارغ اللي ملوش اي 30 لازمه ده منتهى الفريندلي توبيك وبتاع. ففككم من الكلام الكبير اللي ملوش اي لازمه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنصور حاجه اعتقد ان هي ممكن تكون انترستنج جدا لناس كتير, ستوري اوف ذا فيوتشر او حاجه كده من الحاجات زي سوبر ماركت وريستورانت مدار كليا بالماشين او بالروبوت, عدد العمال في المحل ده صفر. فاتمنى ان شاء الله الفيديو اللي جاي كده يعني ايه يكون انترستنج بالنسبه لكم وكمان تتبسطوا فيه جدا. ما تنسوش بقى ادعمونا في الفيديو ده وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله, لايكس وكومنتس بقى وكل الحاجات الحلوه اللي انتم بتعملوها دي. ومتشكر جدا والله على دعمكم. حتى الفيديو اللي فات قلنا 500 لايك وبتاع ما وصلناش, لكن الحمد لله والله حسيت جدا فعلا بحبكم لانكم تدعموا وما شاء الله عملتوا اللي تقدروا عليه وزياده, وانا حسيت ده والحمد لله, دي اهم حاجه بالنسبه لي. بس كده اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. سلام.